لما بيكون حد مسافر، يا اما سفرية يعني صيف، يا اما سفرية حتى مسافر رايح لندن في الكريسماس، رايح لماما وبابا في مش عارفة ايه، بغض النظر عن مسافر فين او الموضوع ليه علاقة بالمصايف والبحر وكده او ملوش علاقة ومسافر وخلاص، بس حد طالع بره الروتين لايف بتاعته، طالع بره الحياة العادية بتاعته اللي هو بصحى الساعة كذا وبروح الشغل الساعة كذا وبنزل العيال المدرسة، ده بيخليه مش عارف يسيطر قوي على الاكل اللي داخله، صح؟ مش عارف يسيطر قوي على ساعات الصيام، مش عارف يسيطر في حاجه، مش هيعرف يسيطر عليه، يعني يا مش هتعرف تسيطر على انت بتاكل ايه، يا مش هتعرف تسيطر على انت بتاكل امتى، في حاجات كتير قوي هتبقى بره الكومفورت زون بتاعتك، الحوار كله اصلا بره الكومفورت زون بتاعتك، الحوار كله بره منطقه الراحه بتاعتك، بره الروتين بتاعك تمام. ايه مشكلتي بقى في الحاجه في الموضوع ده؟ انا كده كده دايما بقول لكم ايه، الستويك فيلوسفي اللي هي الفلسفه بتاعت الاستويسيزم، فلسفه الرومان، فوكس اون وات يو كان كنترول، شوف ايه اللي في ايدك واعمله. يعني والله انت قاعد مثلا في اوبن بوفيه وهتجبر تاكل الساعه 7، بس انت من حق تعرف انك ما تتغداش مثلا، تعرف تعمل صيام متقطع، تعرف تختار هتاكل ايه في البوفيه مثلا، او العكس انت مثلا ما فيش بوفيه وانت الاكل كله وحش والاكل كله مش من الاكلات اللي احنا بننصح بيها، بس انت في ايدك تختار تاكل امتى مثلا، في حاجه هيبقى في ايدك. بوينت بقى ايه؟ ان في السفريات انا شفت حاجة متكررة جدا، الرضا عن الذات بيجي من حتة ان غالبا لما بنسافر بنتحرك كتير. يا سلام يا سلام، يعني لو كل مرة حد بيقول لي انتي مش فاهمة في السفر على قد ما انا بوظت، انتي مش فاهمة انا مشيت قد ايه، انتي مش فاهمة على قد ما انا اكلت مش عارفة كمية البسكوتات والحلويات والايس كريمات والفرايد تشيكن، انا اتمشيت قد ايه. واحد، كل الناس بتقول كده، انا كنوتريشنست بقول لك كل الناس بتقول كده، مش انت بس لما بتروحي الساحل، ومش انت بس لما بتروح عند ماما وبابا في بلدهم، ومش انت بس لما بتسافر لندن في كريسمس، كل الناس بتقول كده. دي اول حاجه لازم تعرفها، ان مش انت بس اللي بتتمشى كتير لما تسافر، كل الناس بتتمشى كتير لما تسافر. تاني حاجه لازم تعرفها ان دي مايند سيت، دي تفكير سعرات، انت جاي بتفكر تفكير سعرات. ليه بتفكر تفكير سعرات؟ لان انت بتفكر في ان انا كلت كتير ومشيت كتير فانا حرقت الاكل اللي انا كلته. لا، it might be true، يعني ده ممكن يبقى حقيقي فعلا، فانت تلاقي نفسك راجع من السفرية الاسبوعين اللي انت بهدلت فيها الدنيا اكل ويعني حلويات وبلاوي، بس كنت بتتمشى كتير، تلاقي نفسك رايح السفرية 70 كيلو وراجع من السفرية 70 كيلو، بس ده مش معناه خالص انك مش هترجع من السفرية عندك بطن وعندك جناب والماسل تون بتاعك، لو كان عندك عضلات هتلاقيها فست كده، تلاقي شكلك تحول رغم ان انت ممكن تكون نفس الوزن. هنا بقى جه النظريه بتاعتي اللي انا بقول لك وات يو ايت دي اهم من اي حاجه في الدنيا، انت بتاكل ايه ده اهم من اي حاجه في الدنيا. نظريه اصل انا اكلت فهحرق اللي انا اكلته ممكن تبقى حقيقيه فعلا، لان انت ممكن تلاقي نفسك راجع مش زايد ميزان او زايد كيلو ولا نص كيلو، مش حوار، بس ده مش معناه خالص ان انت الكومبوزيشن بتاعك هيتحول، الكومبوزيشن بتاعك فعلا هيتحول، هتلاقي نفسك رغم ان انت نفس الميزان شكلك في المرايه اتغير تماما، شكلك في اللبس اتغير تماما، رجلك اللي كانت مشدوده في البنطلون ما بقتش مشدوده خالص. اه كل ده ممكن يحصل في اسبوعين، اه طبعا ممكن يحصل في اسبوعين، زي الناس اللي اول ما بتبدا صيام متقطع مثلا بتقول لك انا حاسس ان انا شكلي في اللبس اختلف، هو ما بقالوش غير اسبوع او اسبوعين بيعمل صيام متقطع، نفس الحاجه بس بالعكس، يعني انت ممكن تفقد كتلة عضلية، مش بس البادي بيلدرز، مش بس بتوع كمال الأجسام، تفقد كتلة عضلية وتزيد دهون رغم ان ميزانك واحد. فما تخليش قصة ان اصل انا لما بسافر بتمشى كتير تخليك يبقى عندك رضا عن الذات وتفتكر ان انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. فوكس اون وات يو كان كنترول، لو انت في مكان مش عارف تختار فيه انت هتاكل ايه، في ايدك حاجات تانية تختارها زي هتاكل امتى وهتاكل قد ايه، يعني في كذا حاجة في ايدينا نختارها، دايما في حاجة في ايدينا. فمش بقول لك كربج نفسك ولو ما لقيتش الاكل اللي احنا بنقوله وانت مرمي في الصحراء ما تاكلش وهموت من الجوع، انا اكيد ما بقولش كده، بس بلاش حته الرضا عن الذات العجيبه اللي والله العظيم انت فاكر ان انت بس اللي بتقولها، واجزم لك وابصم لك بصوابعي العشره ان كل الناس بتقولها بلا استثناء، عمري ما شفت حد ما بيقولي بس انا مشيت كتير قوي، يعني عارف انا بوظت جامد قوي في الساحل بس انا مشيت كتير قوي، ما لهاش علاقه، ليها علاقة بالميزان. طب انا عامل ايه بالميزان؟ يعني يا فرحتي بان انا اروح 60 كيلو وارجع 60 كيلو بس انا كنت رايحة بطني فلات وراجعة بطني قد كده، يا فرحتي استفدتي ايه بقى بالميزان؟ هو انا داخلة بطولة عايزين مني ميزان معين يعني؟ فما تخليش الميزان يخدعك، وما تخليش انك بتتمشى كتير وانت بتبوظ يدي عندك جزء من الرضا عن الذات. لا، it doesn't work like this. ودي لسه
كالوري منتاليتي، انت لسه كده قاعد في حته انا باكل فهحرق، فمش عارفه اللي داخل قد اللي طالع، فافضل 60 كيلو. يا فرحتي بال 60 كيلو، يا فرحتي بال 60 كيلو وبطني طلعت وجنابي دلدلت، يا فرحتي. ماشي، فخلوا بالكم من الحته دي في السفريات، واعرفوا ان في حاجات كتير قوي احنا كلنا بنقولها وفاكرين ان احنا بس اللي بنقولها. وعلى فكره لو احنا مش نرجسيين ومش شايفين نفسنا، ده بيبقى ريليف، ده بيبقى راحه لما بكتشف ان ايه ده، انا كنت فاكر ان انا بس اللي بقول انا ما بشبعش. ده طلع في ناس كتير قوي بتقول كده برتاح، لو انا مش شخص نرجسي، لو انا مش شخص شايف نفسي وانا ما فيش حد زيي وانا ملك ملوك العالم، هرتاح. لو انا شخص نرجسي يقول ايه ده، لا طبعا، بس هو لا طبعا مش زيي، بس هنا مش عارفه ايه، بس انتي مش فاهمه حالتي انا. يعني كان في لايف كوتش، مش فاكره كان مين، كان تقريبا دالين، اسمه دالين حاجه، كان بيقول with all the love in the world your circumstances are not that unique. يعني بكل الحب اللي في الدنيا، والله العظيم مش بجادجمنت ومش بتريقه ومش بانتقاد ومش باي حاجه، بس ظروف حياتك مش يونيك قوي، مش نادره قوي ومش مختلفه قوي عن بقيه الناس زي ما انت متخيل خالص. احنا كلنا تقريبا بنتحط في نفس الظروف، فبلاش تخلي حتة الرضا عن الذات من ان انا عملت كذا وعوضتها بكذا تخليك تفضل تبوظ او ما تديش الحاجة حقها لمجرد انك عارف ان في حاجة تانية بتعوض. في حاجة كمان برضو في السفريات يا جماعة، وفي مش بس مش بتكلم على السفريات بمعنى مصايف، يعني بتكلم على اي حاجة تخرجنا بره الكومفورت زون. لما بنخرج بره المين هابتس، العادات الاساسية اللي احنا عملناها، بيبقى صعب جدا ان احنا نرجع لها. يعني تقريبا زي الاول بالظبط، يعني لو انت قررت ان انت عشان مسافر هتاكل طول النهار، هتتعب جدا عشان ترجع تاني تبطل سناكس، كانك بتبدا من الصفر. هتتعب جدا عشان ترجع تاني تعمل صيام، لو كنت اتعودت انك بتاكل قبل ما تنام وبتاكل اول ما تصحى من النوم وبتاكل في النص وطول النهار تشرب عصاير، هتتعب جدا عشان تعمل ده تاني، هتعيد الموضوع من الاول. فا اي دو نوت ريكومند خالص، فوكس اون وات يو كان كنترول، شوف ايه الحاجه اللي في ايدك، ولازم يبقى في حاجه في ايدك، هي دي حياه الانسان، وهو ده الفرق بين الانسان وبقيه الكائنات الحيه، ان احنا وي هاف ذا باور تو تشوز، فان احنا عندنا حريه الاختيار. لو احنا ما عندناش حريه الاختيار، يبقى مفيش اي فرق بين الانسان وكل الكائنات الحيه الثانيه. هو ده الفرق، ان احنا مش بنتحط في بيئه ونتعايش معاها، لا، احنا عندنا اختيار ان احنا نمشي من البيئه دي لو ده اوبشن، او نتاقلم مع البيئه دي بطريقه تانية، او نختار حاجه تناسبنا او تقلل من الضرر اللي ممكن البيئه المحيطه في فتره معينه تعمله فينا او في حياتنا او في جسمنا. اوكي، فوكس اون وات يو كان كنترول، اتبسط، بلاش رضا عن الذات يا جماعه، دي اوحش حاجه ممكن تعملها لنفسك ولنفسيتك في حياتك. يلا، هابي.